امس العشيه تضربت في الحومه واقف بعد الدار يا اخي، فانا نخرج الاولاد هاربين يجروا من الحاكم، صادم عليهم كهرباء نتاع حاكم يضربوا فيهم بالرش، جت ضربات الكل في يدي. يعني جيت امس عديت لنا نرقى صحابي مضروبين اكثر ما معبي السبيطار، وليت روحت اجرتها اليوم، فانت معناتها لاباس شوي، يعني جيت ناحي فيهم اليوم كعبيتها. وكان في يدك معناها؟ كان في يدك تضربت معناها؟ كان في يدي كان في يدي كان تشوفوها ما تشوفوها يا الهي.